هذا وقد استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافري هذا اليوم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية، حيث قدموا إلى جلالة الملك المفدى خالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان الكريم، ضارعين إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة وموفور العافية، وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على مملكة البحرين وعلى شعبها الوفي الخير والتقدم والازدهار. وقد أعرب معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة عن خالص الشكر والتقدير على توجيهات جلالته السامية الكريمة بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، والتي تؤكد حرص واهتمام جلالته حفظه الله بتوفير الأجواء الأمينة للمواطنين والمقيمين لأداء شعائرهم العبادية في أمن وأمان وصحة وسلامة لكل ما فيه خير البلاد والعباد. وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم بالتهاني بهذا الشهر الفضيل، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على شعب البحرين والمقيمين على أرضها الغالية باليمن والمسرات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والأمن والسلام. وأشاد جلالته بالدور المهم الذي يطلع به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة والتوعية بثوابته القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتعصب، والدعوة إلى التمسك بالأخلاق الفاضلة وتعزيز قيم الأخوة والتكافل والتراحم والتعاون بين الجميع، معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها مجلس الأوقاف في رعاية شؤون دور العبادة وبحرصهم المتواصل على دعم الجهود الوطنية في مواجهة جائحة كورونا، ومن خلال حث المواطنين والمقيمين على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة.